يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه عوده بعد طول غياب. يمكن ما فيش جديد ان الاهلي يكسب ويحصد الثلاث نقاط في مسابقه الدوري الممتاز، لكن الحقيقه في حاجات كتير قوي اختلفت في اداء النادي الاهلي امبارح. النهارده في جزء من حلقتنا نقف معها بالتفصيل ونحاول نشوف ايه الشغل اللي اتعمل او ايه الحاجات الايجابيه اللي اتنفذت في ماتش المقاولين، في مباراه قلنا عليها انا وساره انها ماتش مش سهل على الاطلاق. في الموسم الحالي المقاولين مقدم اداء اكتر من رائع، والحقيقه انه رجاله الاهلي اثبتوا ان شاء الله ان هم على الطريق الصحيح. مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير يا ساره، اسمع رايك في ماتش امبارح. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم. يمكن لو هنتكلم على ماتش امبارح، الحقيقه فوز مهم جدا للنادي الاهلي في المباراه الاولى تحت قياده موسيماني، يعني ثلاث نقط مهمه، والفوز على رابع الدوري المقاولين العرب مهم اولا يا احمد من الناحيه المعنويه. يعني الراجل لسه واصل من يومين، لسه ما عملش كل اللي يقدر عليه مع الفريق، لسه البصمات مش واضحه قوي، ولكن في ملامح طبعا واضحه شفناها في ماتش امبارح ولازم نقول عليها. يمكن مثلا اولها انه شفنا الفريق قد ايه كان بيعتمد على بناء الهجمه من الخلف، شفنا استحواذ عالي من لعيبه النادي الاهلي، شفنا ضغط عالي من اللعيبه، وشفنا تصويبات كتير من لعيبه نص الملعب. انا حسيت يا احمد ان موسيماني بيرجع النادي الاهلي على التراك اللي كان عليه قبل كورونا، قبل فتره كورونا، ولكن طبعا لسه محتاج تطوير اكتر الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم على ماتش واحد، ده اول ماتش لموسيماني مع النادي الاهلي، ولكن هو بنفسه قال يعني في المؤتمر الصحفي انه شايف انه محتاج يعلي مستوى البدني للعيبه الفتره اللي جايه اكتر، ومحتاج يشتغل على ده الفتره اللي جايه، ومحتاج ان هو ينفذه بالظبط الخطه الواضحه اللي هو جاي بيها. شفنا الحقيقه تطور في مستوى اللعيبه يا احمد لو تتفق معايا، يمكن على راسهم كهربا كان عامل ماتش كويس وكان احد اسباب الفوز وقدر ان هو يعمل ضربه جزاء. كمان جيرالدو كان مستواه كويس في مباراه امبارح. عايزين نقول انه احنا مدركين كويس قوي ان الراجل ده اول ماتش ليه، ولكن كويس قوي ان احنا شايفين ان هو جاي بخطه واضحه، في حاجات معينه في دماغه هو عايز يعملها، واحنا اكيد مش هنحكم عليه من ماتش ولا ماتشين. يعني احنا جايبين موسيماني وعارفين كويس قوي احنا جايبينه ليه، احنا جايبينه واحنا مركزين على دوري ابطال افريقيا، احنا جايبينه واحنا عارفين ان الوقت ضيق والفتره محدوده، ولكن ان من اول ماتش يا احمد يبان انه في فكر معين في دماغ الراجل ده، ونشوف تطور ملحوظ او تغير ملحوظ في لعيبة النادي الأهلي، وده أكيد هيقدر مع الماتشات اللي جاية يحفظهم أكتر هو عايز إيه بالظبط منهم وخطته بالظبط، وهنشوف أكتر طبعا بإذن الله بصماته في الفترة اللي جاية. خليني أقول لك أول حاجة أو أول مكسب هو أنه جزء كبير جدا من هوية ومن شخصية النادي الأهلي بانت في الملعب امبارح. نمرة اتنين زي ما أنت قلتي أنه الانطلاقة أو البداية في ماتش صعب مش سهل على الإطلاق بحسابات الكوره، انه يكون البدايه الموسيماني فوز على فريق زي المقاولين العرب اعتقد هتساعد وتدي للراجل نفسه شخصيا دفعه كبيره جدا. مستوى الاداء ما كانش بعيد، لان انا يمكن لما اتكلمنا قبل الماتش قلت انه تولي موسيماني في التوقيت ده بعد حسم بطوله الدوري، عدم وجود ضغوط نفسيه على اللعيبه هيخلي اللعيبه تطلع احسن من ما عندها عشان تقدم اوراق اعتمادها للجهاز الفني الجديد، وده اللي يمكن كان حاصل امبارح. الراجل ليه بصمه، بالتاكيد ليه بصمه في مباراه امبارح، وانا هقف مع حضراتكم في حلقتنا النهارده مع شويه ارقام نقرا بيها ايه التغير او ايه التطور اللي حصل في ماتش الاهلي. ملحوظه صغيره جدا يمكن دي كانت نقطه القلق بالنسبه لي امبارح، طبعا اصابه الشناوي، طبعا يعني انا عارف انه والشناوي طالع من الملعب جماهير النادي الاهلي يعني كانت مش عارفه تقول ايه، يعني مش ممكن الشناوي بعد موسم اكتر من رائع واحنا في اشد الاحتياج ليه، مع كامل التقدير طبعا لكل حراس مرمى النادي الاهلي، لكن حقيقه كانت اصابه الى حد كبير جدا مؤلمه ومقلقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله اطمنا نسبيا وهنعرف برضو طبعا اخر التطورات، لكن اللي لفت نظري الحقيقه في اصابه الشناوي ومن بعدها وقعت ايمن اشرف لما وقع برضو هو بيستقبل كوره، معرفش ليه افتكرت على طول اصابه محمود متولي، وافتكرت كمان اصابه رامي ربيعه. جالي كده في الفلو وكده بتاع الاربع مشاهد دول انه لعيبه الاهلي في الاربع مواقف دول اتصابوا بدون عنف، بدون وقعه احتكاك، بدون لعب عنيف او تدخل عنيف من اي من اللعيبه اللي بتواجههم، وبالتالي الحقيقه يا يعني اما دي تكون صدفه وصدفه سيئه جدا، او انه في مشكله في الناحيه البدنيه والاحمال. في جميع الاحوال موسيماني في موقف لا يحسد عليه، ويمكن النهارده عرفنا ان هو كمان طلع خمسه من الناشئين عشان يتدربوا مع الفريق الاول، لكن اعتقد ككل مع ضغط المباريات مع توقف طويل جدا لمده اربع شهور
مع مشاركه في اكثر من بطوله في علامه استفهام على الناحيه البدنيه نادي الاهلي، واعتقد دي هتكون الشغل الشاغل لموسيماني في الفترة اللي هو جاي. فعلا زي ما انت بتقولي احمد اكد الكلام ده في المؤتمر الصحفي وقال ان هو اتفاجئ بالمستوى البدني للعيبه وان ده هيكون الشغل الشاغل ليه الفتره اللي جايه. هنتكلم بالتفصيل طبعا عن ماتش امبارح ونحاول نقرا كمان في اللي جاي. عندنا ماتش امبي بعد يومين 48 ساعه من قبل امبي. ماتش زي ما قلنا هو الحقيقه الراجل واخد سيكونس ماتشات عنيف جدا، يعني المقاولين وراه امبي وراه بيراميدز وبعد كده يروح للوداد، فكان الله في عونه وان شاء الله باذن الله يقدر يجهز. بس هتبقى مباريات اعداديه كويسه قوي لافريقيا يا احمد، يعني هي برده فرصه كويسه ان هو يقدر ينفذ خطته ويحفظ اللعيبه. هو عايز ايه بالظبط؟ بتنزلي كل ماتش يا ساره وانت خايفه انه بس مجرد لعيب واحد يتعرض لا قدر الله للاصابه، فليها حسابات كثيره جدا. برده من الحاجات الكويسه امبارح ان شفنا اكتر من لعيب بيرجع تاني، يعني مش هقول لمستواه بشكل كامل لكن شفنا نقول لودنج يعني زي ما بيقولوا كده. كهربا الحقيقه امبارح قدم مستوى يمكن يكون الاحسن ليه من بعد العوده من الايقاف. الشحات جاي، جيرالدو امبارح كان مفاجاه الاهلاويه، يعني جيرالدو امبارح قدم كوره ما شفناهاش منه يمكن طول الموسم. وبالمناسبه يعني من الكواليس كده بنسمع ان موسيماني مقتنع جدا بجيرالدو كواحد من افضل الاجنحه في القاره الافريقيه. نتمنى نشوف جيرالدو عنده امكانيات، قلنا قبل كده مهاري سريع، نتمنى انه يتم توظيفه بالشكل اللي يخليه يطلع افضل طاقاته واحسن. بالنسبه فعلا لجيرالدو تحس ان هو عارف يتعامل معنويا كويس قوي، وشفنا فعلا تحس جيرالدو امبارح كان مختلف تماما عن الفتره اللي فاتت. وموسيماني شاطر في الحته دي، الحته النفسيه. نتمنى ده يبان على الفريق في اسرع وقت ممكن، لانه احنا زي ما قلنا في حاله صراع دايما ومستمر مع الوقت. نبتدي مع حضراتكم حلقتنا باهم اخبارنا النهارده. الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لإنبي. موسيماني يصعد خماسي الشباب للمشاركة في الميران. سيد عبد الحفيظ يعلن جاهزية أجاييه والشيخ لمواجهة إنبي. الأهلي يسافر المغرب بطائرة خاصة ومسحة طبية بالقاهرة وكازابلانكا. الأشعة تثبت إصابة الشناوي بشد في الضمة وبرنامج خاص لتأهيله للوداد. إزلال ليفربول وصفع اليونايتد في صدارة الصحف الإنجليزية. برحب بحضراتكم من جديد، ويمكن لسه كنت بتكلم مع احمد دلوقتي في الفاصل انه قد ايه شايفين دعم من جمهور الاهلي لموسيماني. احنا كنا بنتكلم انه قد ايه جمهور الاهلي جمهور ذكي، فاهم كويس قوي الظرف اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي، فاهم كويس قوي ان المدرب الجديد لسه واصل من يومين، لسه مش هينفع يبقى الحكم عليه دلوقتي، ومع ان الحكم من اول مباراه هو كويس جدا يعني، ولكن عارفين ان المباريات اللي جايه هي مباريات اعداديه لماتش الوداد. وهو قال بالنص يعني يا احمد انه خلاص يعني عايز يوصل باللعيبه ماتش الوداد وهم حافظين كويس قوي هم يعملوا ايه، حافظين كويس قوي الخطه، مفهمهم طريقه لعبه ومفهمهم كل اللي في دماغه، الافكار اللي في دماغه اللي عايز. اتفضل. احنا قلنا كل ده في الفصل. كنا بنقول ان الجمهور فيه دعم منه لموسيماني يعني. والحقيقه يمكن يعني دايما لما بيبقى فيه مدرب جاي النادي الاهلي دايما بتنقسم الاراء عليه، خصوصا لو يعني ما كانش السي في بتاعه او كان الانديه اللي تولى مسؤوليتها كانت كبيره او ما كانش حقق بطوله مثلا مهمه، دايما بيبقى في انقسام. وده يمكن يعني حصل مع فايلر مثلا. فايلر شخصيا رغم انه يعني مشواره يعتبر الى حد كبير جدا ناجح طبعا بالارقام، ورغم انه تلقى اشاده لغايه لما رجعنا طبعا من كورونا، لكن برضه حصل عليه حاله هجوم. لكن موسيماني الحقيقه يبدو ان في حاله فرحه مش بس جوه النادي الاهلي، بره النادي الاهلي الجمهور كله مستقبل الراجل او شايف انه الراجل يقدر يسيب بصمه مهمه جدا مع النادي الاهلي، خصوصا طبعا قبل افريقيا. واحنا كلنا ثقه فيه، وانه ان شاء الله فعلا نوصل ماتش الوداد زي ما قال كده في المؤتمر ان هو عايز يبقى ريدي في كازابلانكا، عايز يبقى جاهز تماما في كازابلانكا، وبرده طبعا المكسب يكون في ماتش العوده باذن الله. في حاجات كتير جدا تطمن، يعني خليني اقول لك برده ولو ان الحقيقه الماتشات الكبيره دي ما بيبقاش ليها حسابات، يعني في ماتشات احنا دخلناها كنادي اهلي في اوقات كتير وفي بطولات او مناسبات مختلفه، يعني الواحد كان حاطط ايده على قلبه بيقول نخسر بس ما نخسرش بسكور، فتخش تلاقي الفرقه بتكسر الدنيا وبتعمل يعني بتعمل ماتشات اعجازيه. والله ده حصل كتير جدا، انا مش عايز ادي امثله عشان الحاجات دي بيبقى فيها حساسيه، يعني كل السكورز الكبيره اللي عملها تيم الاهلي مع الفرق المنافسه دي على الاقل مثلا على المستوى المحلي كانت ماتشات احنا رايحين واحنا حاطين ايدينا على قلبنا، نلاقي الاهلي بيكسب سته هنا وسته هنا. لما نروح مثلا تونس نلعب مثلا فرقه زي الترجي
على فكره احنا طبعا يمكن اكتر فرقه في افريقيا عامله سكور على الترجي او على الفرقه التونسيه بشكل عام وعلى الترجي بشكل خاص في ملاعبهم. دايما وانت رايح تلعب في تونس تحط ايدك على قلبك، خايف انه الماتش ما يمشيش على بشكل كويس او ان احنا نخسر وما نتاهلش او انه نخسر بسكور، فتلاقي الاهلي بيعمل احسن ماتشات. فالماتشات الكبيره ملهاش حسابات. كون البطوله غايبه عننا بقى لها 7 سنين انا بيتهيألي ده حافز، يعني ده مش حاجه سلبيه، ممكن ده يكون حاجه ايجابيه لانه اللعيبه قدامها فرصه كبيره جدا عليها انها تستغلها. المنافس بتاعنا الرئيسي الوداد، والوداد مش في احسن حالاته، يعني هو صحيح الناس بتقول انه الوداد او الاهلي اللي هيكسب او هيعدي من المواجهه اللي جايه هو المرشح الاكبر للفوز بالبطوله، لكن انا بشوف الحقيقه انه الوداد في التوقيت الحالي والعروض الاخيره في ماتشات الدوري مش هو الوداد اللي احنا فاكرينه او اللي كان ظاهر في المواسم السابقه في صوره جيده جدا. فكل ده الحقيقه فرصة كويسة، في أكتر من لعيب ابتدى يرجع عندنا في الأهلي، الشحات، كهربا، الشيخ وجايب المناسبة رجعوا القائمة بعد الحل الراحة اللي ادها لهم الجهاز الفني، هيلعبوا ماتش إمبي اللي جاي. فنتمنى إن شاء الله في خلال ال 10 11 يوم اللي جايين دول إن شاء الله بإذن الله القوة الضاربة للنادي الأهلي كلها تكون جاهزة لمواجهة الوداد. المشكلة إن أنت كل ما تقول سكور أنا أفتكر 7-2 بتاعت إمبارح و6-1. مش ممكن، بيقول لك يعني يوم تاريخي في البريمير ليج، يعني ده في جولات كامله بتشهد 18 هدف، امبارح ماتشين بس 16 هدف. الحقيقه يا احمد يعني ليفربول الزعل امبارح ما كانش على انه محمد صلاح في ليفربول، لا ما احنا عندنا برضو ولادنا برضو تريزيجيه والمحمدي في استون فيلا، لكن انه ليفربول يخسر 7-2 دي طبعا خلينا هنقف معاها في اخر فقره الاخبار. ماشي. بس خلينا نروح للنادي الاهلي لان في كلام كتير جدا على سقوط الكبار زي ما بيقولوا كده في الدوري، احنا بنتكلم على مان يونايتد وليفربول الاثنين في يوم واحد. على كل الاحوال نروح للنادي الاهلي، والحقيقه يمكن يعني بدون راحه فرقتنا النهارده وصلت استعدادها طبعا لماتش امبي اللي هتتلعب يوم الاربعاء الجاي في الدوري، ويمكن موسيماني المدير الفني كان عمل محاضره نظريه للعيبه قبل ما تبتدي او قبل ما يبتدي المران الصباحي للفريق واللي اتلعب طبعا على ملعب التتش في الجزيره. كان الحقيقه في تركيز وحرص من موسيماني على انه يتكلم مع اللاعبين خلال المحاضره على عدد كبير جدا من الجوانب الفنيه، خصوصا بعد ما شاف الفرقه في اول مواجهه رسميه ليها ماتش المقاولين العرب اللي اتلعب امبارح. الحقيقه كمان يمكن موسيماني كان ليه جلسه مطوله مع كابتن سامي قمصان مدرب المساعد وموسي ماتالابا محلل اداء، وده كان في حضور عمرو محب المترجم على هامش المران، والجلسه دي يعني اتكلموا فيها عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير والتجهيز لماتش امبي اللي جاي، بالاضافه انه كان يعني في كلام على التقارير الفنيه اللي تقدمت من كابتن سامي قمصان لموسيماني. يمكن كمان يا احمد موسيماني زي ما قلنا في العناوين صعد 5 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركه في تدريبات الفريق الاول، وشارك طبعا الخماسي فارس طارق، عادل احمد، محمد المغربي، وشادي رضوان، واحمد طارق سليمان في التدريبات الجماعيه للفريق، واللي كانت طبعا النهارده الصبح على ملعب التتش بالجزيره. يمكن خطوه مهمه انه يبقى في لعيبه ناشئين بيتدربوا مع الفريق الاول. انا ما شفتهمش الحقيقه بس انا عارف مغربي، يعني انا بقول لجماهير النادي الاهلي لو الولد خد فرصه الفتره اللي جايه، الولد ده عنده كوره كويسه جدا، ولد محترم جدا جدا، ومن وهو صغير الحقيقه محترف وملتزم في كل شيء، فلو خد فرصه انا بقول لجمهور نادي الاهلي الفرقه بتقدم لحضراتكم موهبه. وطبعا انا ما شفتش بقيه الولاد واتمنى ان هم يكونوا على نفس المستوى عشان يكونوا اضافه طبعا للفرقه. كابتن سيد عبد الحفيظ بقى مدير الكوره في الاهلي اتكلم زي ما كنت لسه بتكلم انا وساره على الشيخ وعلى اجاير، ان هم ان شاء الله هيكونوا جاهزين للماتش اللي جاي المفترض ان هو يتلعب يوم الاربع، وده طبعا بعد حاله راحه هم كانوا حاسين باجهاد عام كده، فقرر الجهاز الفني ان هو يريحهم وما شاركوش في ماتش المقاولين، وان شاء الله باذن الله هيكونوا مع الفرقه في ماتش امبي. النهارده كانوا موجودين في تدريبات الكوره
وجاهزين بشكل كبير جدا بعد التعافي من الإجهاد العضلي العام اللي كانوا حاسين بيه. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان بعثه الفريق اللي رايحه المغرب هتخضع طبعا لاجراء مسحه طبيه في القاهره قبل السفر، وواحده ثانيه طبعا بعد الوصول لكازابلانكا، واكد كمان انه السفر هيكون خلاص بطياره خاصه، وده طبعا وفقا للتنسيق اللي تم مع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كمان كابتن سيد قال ان هو بينسق دلوقتي كل الترتيبات الخاصه بالسفر واجراءات السفر وحجز ملاعب التدريب والانتقالات قبل وقت كافي جدا من وصول الفريق طبعا لكازابلانكا. وطبعا انتم عارفين ان الاهلي هيواجه الوداد يوم 17 اكتوبر ده في المغرب في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الابطال، طبعا مباراه العوده هتكون يوم 23 اكتوبر في مصر. ان شاء الله نحتفل يا رب. ان شاء الله يا رب يكون يوم احتفال بالتاهل للمباراه النهائيه. نروح للشناوي الحارس العملاق او سوبر شناوي زي ما بنسميه. الحقيقه يمكن الشناوي النهارده عمل اشعه على العضلة الضمة، والأشعة دي أثبتت أنه أصيب بشد في العضلة الضامة. كابتن سيد عبد الحفيظ قال أنه الجهاز الطبي حدد برنامج تأهيلي واستشفائي للشناوي عشان يتم تجهيزه إن شاء الله. طبعا الهدف الأهم هو مشاركة الشناوي في مباراة الوداد المغربي، ويمكن مدير الكرة قال أن اللاعب هيأدي بعض جلسات العلاج الطبيعي لعدة أيام قبل ما يدخل بقى أو ينتظم في برنامج بدني، وانه ما فيش اي نيه للتسرع في رجوعه او في عودته للفريق عشان يضمن الجهاز شفائه بشكل كامل، وبعد كده ان شاء الله مرحله تجهيزه من الاصابه عشان يكون جاهز ان شاء الله لمباراه الذهاب مع الوداد المغربي. جينا ليفربول ومانشستر يونايتد، عايز تقول حاجه؟ عايز اقول مش مصدق يعني 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 هو طبعا دي ميزه الدوري الانجليزي، ما فيش مباراه محسومه مقدما، يعني حضرتك اول الدوري او متصدر البطوله بيلعب اخر الجدول مش معناها ابدا على الاطلاق ان المباراه محسومه، وده اللي حصل الحقيقه. احنا بنتكلم على سقوط اثنين من اكبر الفرق بالمناسبه. أولد ترافورد لم يشهد سقوط المان يونايتد بسكور 6-1، سكور عزيز علينا طبعا، إلا قدام المان سيتي، وتكررت طبعا الخسارة بالأمس. أما خسارة ليفربول 7-2 فدي الحقيقة أمام أستون فيلا، فأعتقد طبعا أنها هزيمة ما فيش حد على الكوكب كان ممكن يستوعبها أو كان ممكن يتوقعها. الأداء ما كانش بهذا السوء، ولكن كان فيه حالة توفيق غير طبيعية. ده في الكوره بنقول عليه انه اليوم مش يومه. بس ادريان الجول كيبر بتاع ليفربول، يعني انا صعبان عليا ان هم الفتره الجايه طبعا مضطرين، لان اليسون بيكر عنده اصابه في الشولدر في الكتف وهيضطر ان هو يغيب لست اسابيع. بس الولد الحقيقه امبارح يا احمد عمل اخطاء، كفايه الخطا الاول اللي تسبب في جون استون فيلا. بس في ثلاث اجوان يا ساره من اللي دخلوا فيه يعني فيهم طبعا. هو اداء استون فيلا كان كويس جدا، ولكن الولد الحقيقه عمل اخطاء كتير. يمكن انا عايزه اقول لك بس رقم بسرعه، انه هو عامل 5 اخطاء مباشره تؤدي لاجوان في 21 مباراه، نفس عدد الاخطاء اللي عملها اليسون بيكر في 93 مباراه. فرق كبير قوي. يظهر انه فعلا خساره اليسون بيكر بسبب الاصابه مأثره جدا على ليفربول. بس برضه مش ويورجن ممكن كلوب قال انه فريق كل حاجه غلط ممكن تتعمل في كره القدم، احنا عملناها في الماتش ده. ممكن فريق بحجم ليفربول يخسر ماتش بسكور 7-2 نتيجه بس لا طبعا المرمى. كل يعني الاخطاء حصلت الحقيقه. الفرقه امبارح الحقيقه ما كانتش في يومها طبعاً. على كل الاحوال بعد الفاصل هنروح جنوب افريقيا، يعني احنا سمعنا ورصدنا خبر تعاقد النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني بشكل كبير جدا جوه مصر، عايزين نسمع اكتر عن ردود الافعال في جنوب افريقيا. وبعد الفاصل كمان هنقف مع مجموعه من الارقام اللي تبين لحضراتكم قد ايه مستوى الاهلي اتطور في مواجهته مع المقاولين امبارح. نتابع حضراتكم وترجعوا لنا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، مستمرين مع حضراتكم في السادسه. وزي ما قلنا قبل الفاصل رصدنا الحقيقه كل ردود الافعال في مصر على تعاقد النادي الاهلي مع موسيماني عشان يتولى الاداره الفنيه للفريق الاول لكره القدم. خلينا نروح نشوف ده بيحصل ازاي في جنوب افريقيا وصدى خبر تعاقد الاهلي مع موسيماني. معانا لورنز كوهلر الصحفي بجريده كيك اوف الجنوب افريقيه من خلال فيديو كونفرنس. اهلا بيك على شاشه الاهلي في السادسه مساء. ألف شكر أحمد، يشرفني أن أكون معكم، وإنه لمن دواعي سروري أن أكون مدعو إلى قناة الأهلي.
يماني اعرف منك في البدايه ازاي استقبل الشارع الرياضي في جنوب افريقيا خبر تعاقد النادي الاهلي في هذا التوقيت، طبعا توقيت مهم بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه قبل النهائي دوري ابطال افريقيا مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. كان الموضوع بالنسبة لي كصدمة سواء لنا كصحفيين أو لمتابعي الكرة، وكان شيئا لم نتوقعه البتة. منذ أسبوع، يعني على بعد أسبوع من الموسم وعلى بعد أشهر قليلة من، نحن كنا نعلم أن هناك تفاوضات مع الأهلي ومع كازابلانكا الوداد، ولكن لم نتوقع أن تكون هذه الخطوات بهذه السرعة الفائقة وخروجه من فريق سان داون. نحن نعلم أن بيتسو موسيماني هو من أكبر المدربين في أفريقيا، وهو شيء ما حدث الآن هو شيء لم يحدث من قبل. سرعة الانتقال والخطوة التاريخية التي حدثت هي بالنسبة لنا جميعا مشوقة ومجال لإثارة اهتمامنا. وجود موسيماني على رأس الجهاز الفني لواحد من أكبر أندية العالم وأكبر نادي في أفريقيا، نادي القرن الأفريقي، يمثل إيه ل يعني الشارع الرياضي في جنوب أفريقيا، وكيف تنظر ليه أيضا جماهير الكرة في جنوب أفريقيا؟ نعم، كلنا ننظر إلى بيتسو موسيماني كبطل، وأعتقد أن كافة شعب ساوث أفريقيا في هذه اللحظة هم مشجعين النادي الأهلي. كل ما نعرفها عن الأهلي، يعني كلنا الآن أصبحنا نتابع أخبار الأهلي سواء على السوشيال ميديا، وأصبحنا نحاول الحصول على صورة أعم. وحين علم الجموع عامة أنه أكبر فريق في أفريقيا، كلنا نقدر كم أهمية أو حجم المسؤولية الموضوع على بيتسو، وهو شيء يشرفنا. وحين تابعنا الصور والفيديوهات ولقاءاته مع الكوادر في النادي، كلها رفعت من معنوياتنا وأشعرتنا بالمسؤولية والسعادة في ذات الوقت. يهمني أعرف منك كمان يعني أهم ملامح نجاح تجربة موسيماني مع سان داونز، وهل بترى من وجهة نظرك أنه عنده القدرة على تكرار التجربة مع النادي الأهلي؟ نعم، 7 مواسم كان موسيماني هو يحمل فريقه إلى الربح، ولم يخسر أي من المباريات، أعتذر، أي من المسابقات. وبالتالي الانتقال إلى الأهلي كانت الخطوة التالية الطبيعية له. فحين نرى إنه مثل جوارديولا، يعني جوارديولا حقق 6 مواسم في إنجلترا مثلا، هناك آخرين الذين قدموا نجاحات متتالية. وأنا أعتقد أن موسيماني لديه النظرة الفنية ولديه الموهبة ولديه القدرة على جلب الفوز، وبالذات لأكبر فريق في أفريقيا، وهو شيء يمثل لنا جميعا كأفريقيين نقطة انتقال مهمة. طب ممكن تكلمني عن انضمام ايضا كيفن جونسون للجهاز الفني للنادي الاهلي، وايه البصمه اللي ممكن يتركها مع جهاز موسيماني؟ كيفن جونسون هو مدرب مطلوب جدا ومحبوب جدا في ساوث افريقيا، في جنوب افريقيا. لديه كذلك سوابق يعني كلها إيجابية، وهو أحد أهم المدربين الذي أدخل إلى الملاعب لاعبين كبار ونجوم كبيرة، وهو كذلك شخص لا يخاف من أن يكبر وأن يدعم المواهب الشابة والصغيرة. لأن كذلك ما نراه في تاريخ الأهلي أنه كان دائما المنصة التي يتقدم من خلالها النجوم على المدار الطويل منذ بداياتهم وإلى أن يصبحوا نجوم عالميين. ومن هنا نرى أنه كمساعد لموسيماني هو ما قد يحمل لنا الكثير من المفاجآت. مستر كوهلر، أنا عارف أنك كنت موجود في مصر قريب لتغطية
فعاليات بطولة أمم أفريقيا، ويمكن أثناء زيارتك للقاهرة قمت بزيارة وجولة داخل النادي الأهلي. يهمني أعرف برضو كانت إيه هي أهم انطباعاتك. اللحظة التي دخلت فيها القلعة، قلعة الأهلي، يعني أصبحت أشعر بالصغر مقابل كل الكؤوس والملاعب والإدارة وحجم التنظيم وحمامات السباحة وعدد المحبين النادي. أصبح الأمر بالنسبة لي كما دخول إلى عائلة كبيرة. فما رأيته أو ما شعرته هو أنكم لا تنضمون إلى الأهلي، لا ينضم يعني مش حد بيبتدي يحب الأهلي، لا ده احنا بنتولد أهلاوية. وهو بالتالي كل يعني ما شعرت به حين وقفت أمام 19 كأس، وهو شيء لم يعني أعاصره في حياتي من قبل. وكذلك الحفاوة التي قابلني بها أهل النادي جعلتني أشعر أني مهم وأني رئيس في زيارة النادي. وبالتالي أنا لهذا أتقدم بكل الشكر للسيد سراج لحفاوته ودفء اللقاء، وأنه لا يسعدني أن أكون قد مررت بهذه التجربة في مساري كصحفي، وأنه لا يسعدني أن أرى التقدم المستمر للأهلي وأتابعه باستمرار. لورنس كوهلر، انت كنت كتبت موضوع بالفعل بعد الزياره دي في الجريده في جنوب افريقيا عن الزياره، يمكن خلينا نقول كده اهم عناوين ما كتبته في الصحافه الجنوب افريقيه. النقاط الأساسية في هذا الموضوع الذي كتبته كان لحمل المتابعين للجريدة أن يشعروا ما هو النادي الأهلي ونجاحاته ومستواه العالي على سواء على مستوى الإنساني أو الفني. وشرحت في ما كتبته من بين ما كتبته كيف أصبح هذا النادي كذلك مؤسسة اقتصادية ومؤسسة ناجحة، وكيف كان لهم أن يتمتعوا طوال هذه الأعوام بالنجاح والتفوق كذلك على المستوى الأفريقي، ليس فقط كنادي كرة ولكن كنادي رياضي في مجمله وتاريخه الطويل الذي سمح له أن يصبح من الفائزين في الأفريكان نيشنز كاب والأفريكان شامبيونز ليج. الأهلي هو النهاردة كلنا الأهلي، وبالتالي يسعدني أن أرى أن الاتحاد وصناعة الكرة وصناعة الميديا وأن يكون لهم قناة تلفزيونية خاصة مثل التي أنا الآن ضيف عليها، هي وكذلك صناعتهم للميديا وقدرتهم على خلق جو رياضي على مستوى قومي هو نقاط بالتالي شدت اهتمامي، وأردت أن أحفز الجمهور أن يعلم بها. يعني لورنس كوهلر الصحفي بجريدة كيك أوف الجنوب أفريقية، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى نشوفك دايما في مصر، ونتمنى نشوفك مرة تانية في النادي الأهلي. بشكرك على وجودك معنا. طيب، قلت لحضراتكم من امبارح الحقيقة يمكن أنه ماتش المقاولين كان فيه شكل، كان فيه جزء كبير جدا من استعادة الروح وشخصية النادي الأهلي، وده الحقيقة مش مجرد رأي أو مجرد وجهة نظر، ده مرتبط بعدد كبير من الأرقام اللي رصدناها لحضراتكم. وتعالوا كده ناخد جولة أو قراية في أداء النادي الأهلي في مباراته مع المقاولين في أول مباراة تحت قيادة بيتسو موسيماني. بداية الحقيقة يمكن احنا عملنا مقارنة سريعة جدا من بعد استئناف النشاط بعدد من الماتشات، ودي يمكن كانت أبرز الأرقام اللي قدمها أو قدمتها فرقة النادي الأهلي في مباراة الأمس. نسبة الاستحواذ كانت 64% للأهلي مقابل 36% للمقاولين، وده الحقيقة ليه عاملين أساسيين. بداية نجاح النادي الأهلي في تطبيق الضغط بطول الملعب، والنتيجة كانت استخلاص الكرة 55 مرة على مدار المباراة، منهم 9 مرات بس في ملعب المقاولين. مش بس قدرة الأهلي على الضغط باستمرار، لا كمان الحقيقة كان في حرية تحرك، وكان في التسليم وتسلم بمستوى عالي جدا من الدقة. بلغت تمريرات النادي الأهلي امبارح 509 تمريرة، منهم 450 تمريرة سليمة.
وهنا الحقيقة إذا كنا بنتكلم على امتلاك الكرة أو الاستحواذ على الكرة مع تطبيق نسبة الضغط، ده اللي خلانا ندي إحساس بتفوق الأهلي على مدار المباراة. امبارح فيما يتعلق بالتصويب كان الأهلي ليه 18 تصويبة على المرمى، بينهم خمس تصويبات بين العارضة والقائمين، وده الحقيقة ممكن تكون أعلى نسبة تصويب للأهلي في أي مباراة من بعد استئناف النشاط الرياضي مرة تانية أو بعد التوقف بسبب الكورونا، أعلى نسبة تصويب. وأعتقد دي طبعا كانت تعليمات واضحة من مستر موسيماني في مقابل سبع تصويبات منهم ثلاثة داخل المرمى أو يعني بين العارضة والقائمين بالنسبة للنادي المقاولين. دي نسبة التمريرات الصحيحة اللي قلت لحضراتكم عليها، 509 تمريرة منهم 450 تمريرة صحيحة، تقريبا نسبة 150% تقريبا أو 160% من تمريرات المقاولين اللي وصلت ل 316 تمريرة منهم 251 تمريرة صحيحة. النسبة المئوية للتمريرات 88%، دي نسبة الدقة، و 79%. التمريرات البينية الفرقتين كانوا متساويين 8 و8. العرضيات الأهلي لعب 13 عرضية في مقابل 8 للمقاولين. الركنيات 4 ركنيات في مقابل ركنيتين للمقاولين. خليني أقول لحضراتكم كمان إنه مش بس دقة التمرير ممكن تكون واحدة من أهم العلامات الإيجابية، ولكن كمان في نقطة تكاد تكون أو هي بالفعل نقطة سلبية قياسا للعرض وقياسا بالأرقام اللي قدمها النادي الأهلي. طبعا هدف المباراة الوحيد أحرزه السولية من ضربة جزاء، لكن لما نيجي نستعرض رقم العرضيات هنا سواء العرضيات المباشرة اللي هي كانت 13 عرضية مع 4 ركنيات بالإضافة لعدد التصويبات على المرمى اللي هي 18 تصويبة، اللي هي قلت لحضراتكم إنها واحدة من أعلى ما كانتش أعلى مباراة للنادي الأهلي من ناحية التصويب على المرمى السيزون ده بعد العودة من التوقف، نجد انه عندنا تقريبا بالاضافه لست فرص حقيقيه نتكلم على تقريبا صناعه منظمه لحوالي 35 هجمه لم تستغل بشكل مباشر من الناحيه الهجوميه، وده الحقيقه يحط علامه استفهام على الفعاليه الهجوميه، انك تكون مسيطر، انك تكون مستحوذ، انك تكون عندك القدره على الاختراق من العمق او التصويب من العمق او لعب العرضيات بدون استغلالها، ده جزء من علامات الاستفهام اللي بعتقد مستر موسيماني هيشتغل عليه بشكل كبير الفترة اللي جاية. هروح مع حضراتكم ل يعني رصدنا لأهم أو أبرز اللاعبين في مباراة الأمس، والحقيقة إحنا اخترنا يعني إحنا قررنا نختار اسمين وحضراتكم تقدروا تختاروا منهم. الحقيقة أرقام السولية وأرقام أو أرقام كهربا محمود كهربا في مباراة الأمس كانت في غاية الإيجابية. عمرو السولية الحقيقة لعب 101 دقيقة، التمريرات 55 تمريرة منهم 49 تمريرة صحيحة، ودي طبعا يمكن تكون أعلى نسبة تمرير في المباراة للاعب من النادي الأهلي. قدر يقوم بخمس تصويبات منهم تصويبة واحدة بس كانت بين العارضة والقائمين، وقدر ينجح في قطع ست تمريرات. لو رحنا الكهرباء كهربا امبارح الحقيقه اعتقد يمكن زي ما قلت لحضراتكم في البدايه تعتبر افضل مباراه لي من بعد العوده للايقاف، ساهم في 34 تمريره منهم 26 تمريره صحيحه، تمريرات بينيه كان منهم 2 والاثنين صحاح، وطبعا يمكن يكون احلى اسيست اتعمل في المباراه على مدار الماتش كان الاسيست من كهربا اللي عمله بكعب رجله وصل بيه بادجي في انفراد مباشر مع المرمى، لكن بادجي اخفق في التسجيل. عندنا التصويب على المرمى 4 تصويبات منهم واحدة فقط بين العارضة والقائمين. دي كانت أرقام النادي الأهلي وأبرز الإيجابيات مع وجود سلبية وحيدة يمكن هي فكرة الفعالية التهديفية اللي أعتقد أن مستر موسيماني هركز عليها في الفترة اللي جاية. فاصل ونتواصل مع حضراتكم في السادسة من جديد. عادل عبد الرحمن أيقونة خط الوسط في تاريخ النادي الأهلي. عادل عبد الرحمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق الذي سطر تاريخا كرويا لا ينسى،
كونه أفضل اللاعبين في جيل الثمانينيات والتسعينيات بالقلعة الحمراء. اعتبره النقاد واحدا من النجوم المميزين في وسط الملعب خلال فترة دفاعه عن ألوان المارد الأحمر. عادل عبد الرحمن من مواليد شبين الكوم بمحافظة المنوفية في 11 من ديسمبر من عام 1967. ساهم بقوة في فوز المنتخب الوطني بمسابقة كأس أمم إفريقيا نسخة عام 1988، وتأهل ليشارك مع كتيبة الفراعنة في مونديال 1990 بإيطاليا تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري. أحرز عادل عبد الرحمن مع النادي الأهلي 19 بطولة ما بين دوري وكأس وبطولات عربية وإفريقية وأفرو أسيوية، ولعل أبرز مواسمه عندما قاد الشياطين الحمر للفوز بمسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1993 بعدما سجل هدف الفوز في شباك أفريكا سبور الإيفواري من ركلة جزاء خلال المباراة التي أقيمت على أرض استاد القاهرة. ولعب عبد الرحمن مع الأهلي 7 مواسم بداية من عام 1988 وحتى عام 1995. بعد اعتزاله اللعب اتجه عادل عبد الرحمن للعمل كمدرب في قطاع الناشئين بالأهلي بعد الاعتزال لمدة 10 أعوام متتالية، ثم تولى منصب المشرف العام على براعم الناشئين بنادي إم بي عام 2008 ليقضي 5 مواسم حقق خلالها طفرة كبيرة مع ناشئي الفريق البترولي قبل أن يتجه للعمل مدربا في الدوري السعودي مع أندية الشباب والنصر والباطن والوحدة واتحاد جدة، محققا معهم عدة بطولات قبل أن يعود للتدريب في الدوري المصري من بوابة نادي سموحة في فبراير عام 2019. كابتن عادل عبد الرحمن وتاريخ كبير مع النادي الأهلي، الحقيقة اللاعب كبير ومن أمهر اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، مواليد 68، ليه تاريخ كبير قوي مش بس من أمهر اللاعبين ولكن كمان على المستوى التدريبي، فهو ليه كارير رائع جدا. وطبعا لما بنيجي بقى نتكلم على التحليل فاحنا بنتكلم على دماغ مختلفة جدا في الكورة، حد بتستمتع وانت بتتفرج عليه وهو بيتكلم في الكورة. والنهاردة بإذن الله متعنا أكتر وهنتكلم أكتر عن حاجات كتير قوي. منورني يا كابتن عادل. أهلا سارة، أهلا بيك. منورني. أنا اللي سعيدة أن أنا معك. طبعا إحنا سعداء وعايزين نستمتع ونمتع الجمهور بقى بكلام حضرتك طبعا في الكورة. وخليني كده أي حاجة بتبقى بتنتمي للنادي الأهلي فهي بتمتع الناس، مش أنا، القناة وفرقة النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي فعلا فعلا بيتمتع. يعني أنا في الوقت الحالي من جمهور النادي الأهلي، فأنا بستمتع بنادية وبستمتع كمان بإعلامه وبستمتع كمان بالبطولات اللي خدها النادي الأهلي ونادي القرن وحاجات كتير قوي النادي الأهلي. يعني أنا عايز أقول لك الواحد لما كان بيشتغل بره كان بيبقى فخور جدا أنه كان يعني، وما زلت أنا بنتمي للنادي الأهلي، ولكن كان لاعب في النادي الأهلي وكان مدرب في النادي الأهلي، فاللي بياخد السيفي ده بيبقى حاجه كبيره. وطبعا الجمهور دايما بيتمتع يا كابتن الحقيقه لما بيتفرج على حضرتك سواء لما كنت في الملعب او دلوقتي يا كابتن. يعني خليني كنت بقول لك قبل الفاصل على او قبل ما نبدا طبعا الحوار على انه الناس كلها فاكره هدف نهائي كاس الكؤوس الافريقيه 93، بس هدف 90 في مرمى ساحل العاج لما كابتن جوهري قرر ان هو يلعب بالمنتخب الاول او يسيب المنتخب الاول يحضر لكاس العالم ويلعب بالمنتخب الثاني طبعا في الجزائر في كاس الامم الافريقيه، كنت هداف كاس الامم الافريقيه. على فكره يمكن ما حدش خد باله من الموضوع ده ان انا كنت فعلا هداف منتخب مصر في كاس الامم، لان احنا ما جبناش الا جون واحد وانا اللي جايبه، فالناس كانوا بيقولوا كده يعني. ولكن دي كانت مباراه قويه جدا، كان قبل ما نسافر كاس العالم. يمكن الكابتن جوهري فضل ان يروح بالمنتخب الثاني وانا كنت اتعورت، كنت رايح مع المنتخب الاول ولكن اتعورت، قال لي لازم الله يرحمه يعني، قال لي لما ترجع تلعب في كاس الامم وبعدين موضوع كاس العالم نشوفه بعدين، يعني نجهزك في كاس الامم. فروحت عملت اداء كويس والحمد لله، احرزت الهدف اللي انت بتقول عليه وجالي 3 عروض احتراف.
يوميها في الجزائر، جالي انتورب ببلجيكا، وجالي ناديين من واحد من اسبانيا وواحد من البرتغال، وكان الاسعار كانت ساعتها ما كانش في بقى احتراف زي دلوقتي، وكان الموضوع صعب جدا انك تروح تحترف في وقت. وكان ساعتها النادي الاهلي قالوا لي اقعد احنا في احتياج، قعدت ما اتكلمتش ولا قدرت اقول ما اتضايقتش ولا اقدر اتضايق، لانه النادي الاهلي اللي عملنا والنادي الاهلي اللي كان، وكانت اللوائح ما تخليناش حتى نقدر نتصرف في حاجه. وحتى لو ما كانش في لوائح، احنا النادي الاهلي لما بيقول لنا حاجه بننفذ. يعني انا النادي الاهلي طلب مني ان انا ابقى مدرب لفرقه الشباب بعد ما كنت دربت الاتحاد السعودي في ابطال اسيا والشباب السعودي في الدوري الممتاز السعودي، ولعبت حوالي 55 مباراه في الدوري السعودي، ودي حاجه كبيره جدا يعني ما فيش مدرب مصري يعملها ولا عملها ولا هيعملها. اقصى مدرب ممكن يروح الدوري السعودي يقعد فيه اسبوعين ثلاثه ويمشي يعني. صح. دي حقيقه يعني. يمكن اخر واحد كان ميدو، قعد فتره ميدو قعد فتره كويسه، ولكن حصل موقف ومش. ولكن النادي الاهلي طلب مني ان انا ادرب الفرقه اللي تحت الفريق الاول، ما قلتش لا. طب وشايف النادي لما يطلب احنا باللب، لان النادي اللي خلانا نبقى كده. طب بعد يا الله كابتن طبعا الانتماء اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي ده وقت ايام حضرتك كده، شايفه موجود دلوقتي؟ لا يعني عايز اقول لك حاجه، اللي ربناهم، شوفي بقى الكلمه، خلي بالك، اللي ربناهم كويس في نادينا ممكن يبقوا زينا. يعني اللي ربناهم كويس في نادينا، وانا واعي للكلام اللي بقوله، لان انا معظم اللعيبه اللي متواجده على الساحه دي كلها عشرناها ودربناها ومرناها وجبناها. ويمكن في مدرب كبير اسمه بدر رجب، يمكن من اعظم وافضل اللي مرنوا البراعم في تاريخ الوطن العربي كله. بدر رجب يمكن كل معظم اللعيبه دي كلها، خلي بالك احنا لما كنا في مدرسه الكوره احنا اللي جبناهم، ده الكلام ده من وحتى تلاقي ان الاسماء دي كلها اسماء مستعاره احنا اللي طلعناها. يمكن يعني كهربا مثلا دي بتاعت بدر رجب، تريزيجيه بتاعتي انا اللي كنت مسميه تريزيجيه، وهو مش اسمائهم كده خالص. خلي بالك احنا مره الاداري بتاعنا غاب، فجينا نحط السكور احنا ما عرفناش اسماء اللعيب. يعني بيكام ده اللي في وادي دجلة، ده بدر رجب مسميه، اسماء كتير قوي، كل اللعيبه اللي لهم اسماء مستعاره في النادي الاهلي. ليه كهربا؟ بدر كان شافه هو كهربا، ده كان شقي جدا وهو صغير، ولعيب كان شقي جدا، ومره جنن بدر في النمسا، عشان كده من بعديها سمى كهربا شقي جدا. شقي جدا، كان شقي يعني، وطول عمره لعيب كويس وشقي. وتريزيجيه، عشان كده لا، تريزيجيه ليه قصه، لانه اول ما شفته في النادي لما جبناه كان لابس تيشيرت تريزيجيه برقمه، وكان بيلعب راس حربه ساعتها، خلاص بقى اسمه تريزيجيه، وانا سميته. يعني انا كنت لما باجي اندهله بندهله بالاسم اللي وراه، كان شبهه بالظبط، شبه تريزيجيه بالظبط يعني. وهو صغير يعني، لو جبت صوره وهو صغير في ناشئين الاهلي كنا جايبينه صغير قوي، فكان شكله كده، فسميته تريزيجيه. حضرتك يعني شايف اللي اتربى في النادي الاهلي مش هيبيع لا لا لا، مفيش، مش هيبيع، ولان النادي الاهلي في حاجه مهمه لازم الناس تعرفها، النادي الاهلي بيدي برضه. يعني انا اي واحد هيختلف او ممكن يبقى السعر هنا ممكن النادي الاهلي قده، يعني لو جاله قد النادي الاهلي مره ونص يعني او مره تانية، عارفه تقدري تقولي ايه؟ تقدري تقولي ان البطولات هتعوض، تقدري تقولي ان شهرته هتعوض، اعلاناته هتعوض، جمهور الاهلي لوحده. ان انت بتلعب في نادي برضو جمهور الاهلي برضو لما بتبقى في الملعب، ونتمنى طبعا الجماهير ترجع لما الدنيا تسمح والظروف تسمح، اكيد احساس جمهور الاهلي غير اي نادي تاني برضو. عايز اقول لك حاجه، انا سالت كتير على جماهير، يمكن في كل نادي كنت بروح اقول، كنت بقول جمهور النادي الاهلي لا يعوض. ليه؟ اولا جمهور واخد على انه طول عمره نمبر 1، صح، طول عمره بيكسب. انت عارفه، فليه معامله خاصه، وحتى هو جمهور
راقي. ناس احيانا الناس اللي بتنتقد جمهور الاهلي بيقول لك ان هم بيحبوا ناديهم بس، وطول عمرهم بيقولوا يعني حتى اقول لك ايه اهلي وخلاص، انك بتقول اهلي وخلاص. ما هو لازم يقول لان هو مبسوط طول الوقت. يعني جمهور واخد على البطولات، نديم عوده على كل سنه بيجيب له بطوله. صح. يعني احنا وصل بينا الحال ان بطوله الدوري اللي احنا بناخدها خلاص بقت عاده بالنسبه لك. يعني كتير قوي بمشي في الشارع الناس يقولوا لي كابتن الدوري احنا، ما هو الدوري بتاعنا، احنا بناخد الدوري، احنا عاوزين بطوله افريقيا. يعني بمناسبه الدوري بقى يا كابتن، يعني الناس كلها كانت في الموسم ده في حته معينه، وهجوم كتير على النادي الاهلي، قبل كورونا حاجه بعد كورونا حاجه، كلام كتير قوي، وكابتن عادل عبد الرحمن جاي من تاني اسبوع في الدوري. أيوة. يقول الاهلي خد الدوري في تصريح مهم جدا لي من تاني اسبوع يا كابتن. بصي يا ساره، انت محضره جدا للحلقه بتاعتك، وفي حاجات انت بتقوليها صح. ممكن انا كنت مع احدى، مش هقول المذيع مين ولا القناه، لكن وده تصريح كان قلت ان النادي الاهلي من الاسبوع الثاني بطل الدوري وقبليه بمراحل. يعني وقبليه باسابيع. رؤيتك كانت ايه يا كابتن؟ لان انا عارف النادي الاهلي، ولاني النادي الاهلي اداؤه الموسم اللي قبله رغم ان خدنا دوري مش ده اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيخسرش ماتشين ورا بعض، وموسمين ورا بعض ما بيعملهمش وحش. والنادي الاهلي لما بيعمل موسم ادائنا ما كانش ممتاز في الدور الاول، الموسم انا بكلمك على الموسم اللي مش ده، الموسم اللي فات اللي هو خدناه كان المقاولين. لا كان رصارتي، كان في ماتش المقاولين لما حسمنا الدوري مع رصارتي. احنا الـ 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 السنه دي ما كانش الدور الاول، كان النادي الاهلي بيأدي اداء مش كويس، وحصل ان اتغير لعيبه كتير وحاجات كده كتير قوي. انا عارف اداره النادي الاهلي، وعارف ازاي كل اللي بيديروا النادي الاهلي ازاي بشكل النادي الاهلي. فانا عارف ان النادي الاهلي السنه دي مش هيفرط في حاجه. وبغض النظر عن مين المدرب اللي كان يعني جاي، يعني ثقه في شخصيه النادي الاهلي. أيوة، في ان ثقة. هو مش هيفرط في حاجه، مش عشان فايلر او رؤيته الفنيه. لا فايلر جاي. بص انا مش عاوز اتكلم علشان الناس يقولوا هو مشي ومش مش فايلر جاي النادي الاهلي اقل من النادي الاهلي. مانويل جوزيه كان جاي النادي الاهلي اقل من النادي الاهلي. لكن مانويل جوزيه ده مدرب عظيم. مدرب كبير. وفايلر انا فايلر، يعني انا كان رايي فيه من البدايه. وحتى شوفوا اي تصريح اتكلمت فيه. انا عمري ما قرار اداره النادي الاهلي في مدرب اقدر ان انا انتقده. ولكن انا اتحفظ، ممكن ما اتكلمش. يعني ممكن ما اتكلمش على المدرب كتير. ولكن انا عارف ان موضوع فايلر كون انه مش، انا مش زعلان انه مش، بالعكس ده هو اللي خسران. يمكن انا اتكلمت في الامور دي كتير، هو خسران جدا ان هو مشي من النادي الاهلي ده اولا. حاجه كان في انتقادات كتير ليه بعد فتره التوقف يا كابتن عادل، وانه الكلام اللي كان بيتقال او الكلمه الكبيره فايلر مش مركز، فايلر مش مركز. الدور الاولاني انا قلت التصريح من تاني اسبوع ثقه في مين؟ في النادي الاهلي. صح. هقول لك حاجة تانية، ودي حاجات أنا المفروض ما أتكلمش فيها لكن هكلمك فيها. لعيبة النادي الأهلي السنة اللي فاتت خدوا طريحة قوية من الانتقادات، إسكان جوه النادي ومن مجلس إدارة النادي ومن جماهير النادي. خلي بالك من دي كويس. أوكي. فاللي جاي المدرب اللي كان جاي فايلر، أي حد مش هيلاقي مقاومة من لعيبة نهائي، هيلاقي التزام، هيلاقي قوة في أداء. وده اللي حصل. أنت هقول لك حاجة ونرجع نفتكر كل ماتشات الدوري الممتاز الأهلي مشي فيها كويس. في مباريات فيها ندية وقوة مع فايلر النادي الأهلي قل رتمه شوية. ده مش من اللعيبة، ده كان تدريب مدرب. أنا بقولها لك بمنتهى الأمانة، مش نقدا إنه مشي. أنا عارف الناس هتصطادنا دلوقتي يقول لك إيه، شوفوا عشان فايلر مشي بعد اللي كانوا بيقولوا عليه وبيقولوا. أنا ما كنتش بقول عليه كده، أنا بقول لك حقائق. يعني أنت بعد كورونا فايلر أداء النادي الأهلي كان زي الدور الأولاني، ده عدم تركيز. فكر رايح حتة تانية. فكره كان رايح حتة تانية. افتكر يعني ممكن حد يقول لك ما هو اي حد بعد فتره التوقف وكل انديه العالم، وشفنا برشلونه بيخسر بالثمانيه، وشفنا لا انه لازم واحده واحده. لا بس لا فعلا جماهير الاهلي لا ما كانتش شايفه كده، كانت شايفه ان مفيش تركيز من المدرب. بص يا ساره لحظه،
احنا بنتكلم انا بنقل لك كل وجهات النظر. لا انا بتكلم على برشلونه، انت لو بتتكلمي على برشلونه وبتتكلمي على اداء الانديه طب ما بايرن ميونخ بايرن الوحيد زي النادي الاهلي طب ما انا بعتبره زي النادي الاهلي هو في المانيا والنادي الاهلي في مصر مثلا زي مثلا ريال مدريد في اسبانيا. يبقى فايلر يعني ما كانش فيه تركيز ده اللي لا هو بتقول. انت شايفه ايه؟ مش انت كمان بس الجمهور شايف ايه؟ الجمهور شايف كده. شوفي مفيش مدرب بيوصل بالفرقه لوقت معين وممكن يطلب رحيله في وقت صعب. ده بيبقى مدرب من المدربين وجهه نظري حاجه من الحاجتين، اللي هو خايف مش قد المسؤوليه وخايف مش قد مسؤوليه افريقيا، اللي هو من وجهه نظري بعتبر انه مش مدرب محترف. لان المدربين المحترفين ادائهم ده فيما بعد، يعني انا نادي تاني اجي اتعاقد معاه مع فايلر، انا لو نادي تاني بفهم يعني اجي اتعاقد معاه اقول لا الراجل ده في اوقات معينه ممكن بيبيع فرقته او بيسيب فرقته في اوقات صعبه جدا انه تتساب فرقته فيها. رغم ان اقول لك حاجه، ما هو اداره الاهلي اشتغلوا صح. يعني ده احنا بقى دي نقطه هنتكلم عليها بالتفصيل وازاي مجلس الاداره كان مجهز نفسه قوي في موقف زي ده، بس بعد الفاصل يا كابتن عادل. اوكي. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن عادل عبد الرحمن، وكلام كتير قوي عن النادي الاهلي الفتره دي والفتره اللي جايه والفتره اللي فاتت برضو اللي خلاص قفلناها يا كابتن. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكره انه يمكن رحيل فايلر المفاجئ ده كان المفروض يحط النادي الاهلي في ورطه كبيره، بس شفنا الحقيقه زي مجلس الاداره اتعامل مع ده، شفنا انه من الواضح ان كان في ترتيبات لمجلس الاداره تحسبا لرحيل فايلر، كان في اكتر من سي في قدام مجلس الاداره وقدروا ان هم اختاروا الحقيقه قدروا ان هم يختاروا مدرب يعني احنا شايفينه لحد دلوقتي اختيار كويس، وكان في يعني تعامل كويس جدا ومحترف وبروفيشنال من مجلس اداره النادي الاهلي وكان ليه رؤيه ثاقبه. شايف ده ازاي؟ شوفي هقول لك، الناس كانت بتتساءل ليه فايلر بيعمل كده مع النادي الاهلي والكلام الكتير في الرحيل والنادي الاهلي ما كانش بيتكلم، ودي عاده النادي الاهلي وعاده انت عارف رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت ده محمود الخطيب، يعني كان كابتن محمود الخطيب لعيب كبير فاهم الامر أسطورة. فاهم يعني فاهم يعني ايه قيمه النادي الاهلي، فقيمه النادي الاهلي مش في الكلام. يمكن رئيس النادي الاهلي بالذات احنا تربينا على كده على الكابتن صالح والكابتن حسن والكابتن الخطيب في الوقت الحالي، ان الكلام كتير لا هو فعل صح، كان بيسيب الناس تتكلم هو بيحضر يعني بغض النظر عن موسيماني ايه باي حاجه باي حال من الاحوال، ولكن انك كونك انك انت ما يبقاش عندك فراغ في مدير فني يوم فدي اداء جيد جدا من لجنه التخطيط مع رئيس النادي مع لجنه الكوره مع مدير الكوره، فده اداء انا بحيوم عليه اول حاجه. الحاجه الثانيه المهمه انه افضل حاجه في في في, في اداره النادي الاهلي في الوقت الحالي الصبر والجلد وعدم التصريح بدري، وقليلين الكلام لكن افعالهم كويسه، وانا سعيد بيهم انهم عملوا المستمر على مجلس الاداره. نعم؟ الهجوم المستمر على مجلس الاداره من قبل ما نحسم الدوري وبعد ما حسمنا الدوري كان بزياده شويه كابتن عادل. لا بص اقول لك حاجه، انا قلتها اكتر من في اكتر من مكان، النادي الاهلي جوه الملعب محدش هيقدر عليه. هو الموضوع دلوقتي بره الملعب، هو يمكن كتير قوي بيتشتت بره الملعب لانه الناس كلها حست ان جوه الملعب، بدليل انا اديك ارقام يعني انا مش بتكلم علشان انا انتماء للنادي الاهلي، لا انا بكلمك على فرقه حسم الدوري قبلها بسبع اسابيع. يعني ايه سبع اسابيع؟ سبع اسابيع ده 21 مفيش منافسه مباراه 21 سوري بون نقطة 21، يعني سبع مباريات سبع أسابيع سبع أسابيع بتجيب اللي في الخامس ياخد دوري. أنت فاهمني؟ فاهمة. في بره، فلما كونك أنك تحسم الدوري قبلها بسبع أسابيع وعليك النقد ده كله، تعرفي أني جوه الملعب مفيش فايدة، هم شايفين أنه مفيش فايدة صح، فأنت تشتته منين؟
بره الملعب. تيجي دلوقتي كمان التشتيت جاي منين؟ على اللعيبه، ان هناخد ده ومش هناخد ده. اقول لك حاجه واطمن جمهور النادي الاهلي واقول لجمهور النادي باي حد هناخد دوري. ان شاء الله لو مشوا كل اللعيبه وجبنا لعيبه ثانيه هناخد دوري، لان المنافسه ضعيفه. طيب انا عايز ادخل معاك في موسيماني، بس اقفل كده صفحه فايلر. كان في كلام انت كنت بتقوله لي في الفاصل على وليد ازارو وصالح جمعه وازاي تم التعامل ده. ده على موضوع فايلر يعني. من عدم تركيز فايلر كان في مين؟ في وليد ازارو وفي صالح جمعه كمان. يعني الى الان، الى الان انك انت حته الراس حربه ما كنتش عارف تفصل فيها في وقت انك انت مشيت فيه وليد ازارو، انت وجهه نظرك انك وليد ازارو مثلا يطلع اعاره، لكن طب ما بالك انك انت مش هتكمل، يجي مدرب تاني كان ممكن يعجب بوليد ازارو. علشان كده بتكلم بقول ايه، احيانا اللاعبين من ممتلكات نادي مش ممتلكات مدرب. المدرب مش لازم ياخد، عاوز اقول لك يمكن انا يعني اتعلمتها بره لان انا كنت بشتغل في دوري محترفين. في اصول للاعبين، الاصول بتاعه النادي ممكن تجيب ارقام وفلوس للنادي، فالمدرب ما يجيش جنبها. ولكن في حوالي 80 او 70% من جوه الفرقه انت تقدر تتحرك فيها، ولكن ما تتحركش فيها بره النادي. يعني انت تتحرك فيها تكتيكيا، تتحرك فيها تلاعب، تقعد، تمشي، مش تمشي بره النادي، تمشي من الفرقه شويه، تنزله تحت شويه ما يلعبش. لكن كونك انك انت تطلع بره بقراره والحاجات دي، انا من وجهه نظري يجب ان دي بتبقى مع المدير الرياضي ولجنه التخطيط والكوره. لما تيجي تطلع لعيب اعاره ده بيطلعوها اللجان وليس المدرب بس لوحده، بيبقى هو واللجان. طيب شايف بقى ازاي المباراه الاولى للنادي الاهلي امبارح تحت قياده موسيماني، بصماته وضحت ولا لسه؟ لا شوفي، هو احنا هنتكلم على بصمات مدرب مش من اول يوم، صح؟ خلينا نتكلم كلام محترفين. لكن هو النجاح انه ما كانش فيه فجوه في اوضه اللبس. تمام. بمعنى نجاح موسيماني في المباراه بتاعت امبارح ده راجع من انك انت في البدايه ما خليتيش فرصه كبيره للاعبين في اوضه اللبس تتساءل من مدربهم، هنجيب مدرب وبعدين نمشيه ونجيب مدرب تاني، من المدرب اللي جاي ومن المدرب اللي مشي. يعني هي كان الفرق ما بين المدرب اللي مشي والمدرب اللي جه كان لعبنا مباراه وريحنا يوم وجي المدرب بدا تاني يوم. يعني خلى توفير كبير قوي في اوضه اللبس، لانه كره القدم او التيم الناجح مش جوه الملعب بس، ده اوضه لبس اهم طبعا. اللي هي لمت اوضه اللبس، اللعيبه نفسها تركيزها، فتركيز اللعيبه كان كويس. موسيماني لما بدأوا تركيز اللعيبه كويس، عشان كده حلفوا النجاح في اول مباراه لي، مباراه المقاولين اهو. وانا افتكر ان بصمته هو بيحض لها لمباراه الوداد. شفنا جيرالدو امبارح يا كابتن كان في مستوى كويس جدا، كهربا برضو شفنا تطور في مستوى لعيبه، بعض اللعيبه ده تطور نفسي. تمام. يعني ودي حته مهمه. ما هو بص يا ساره اقول لك حاجه، المدرب ما يقدرش انه يحسن مهاره لاعب، لكن يحسن نفسيه لاعب. فهم ارتاحوا جدا. اقول لك حاجه، من اهم اسباب النجاح لموسيماني ان شاء الله نفسيه اللاعبين، انها ترتاح شويه من الضغط العصبي اللي كان عامله فايلر عليهم. انا بكلمك بمنتهى الامانه، مش مجيئا على فايلر، ابحثوا في امره. كان ازاي الضغط النفسي اللي عامله؟ كان عامل ضغط نفسي على معظم اللاعبين. ازاي؟ يعني في حاجات ما اقدرش، لا يعني في حاجات انا بتكلم مع لعيبه، لان انا دربت منهم لعيبه وبتناقش معاهم. لا في ضغط نفسي كان عامله عليهم. الحاجه الثانيه المهمه انه المدرب اللي جه في وقت خلاص في نهايه موسم في تفنيش، عنده تجارب كتير قوي هيشوفها وهيقرا عنها. انا بس انا ليا انا ده الضغط النفسي على لاعب من قبل مدرب ممكن يبقى ازاي؟ في صوره ايه؟ يعني ان هو مش بيلعبه، ان هو بيتعامل معاه باسلوب بصي لا، عدم استقرار. احنا شفنا بعد كورونا فايلر كان بيرجع ويلعب مباراه والمباراه اللي بعديها ممكن يريح اربعه بحكه التدوير، انه بيعمل روتيشن مع اللعيبه. في لعيبه كتيره قوي كانت بتبقى ماشيه كويس قوي وتبعد مره واحده، وفي لعيبه انت كنت حاسه ان هي لازم تبعد فتره
علشان أدائها مش كويس، علشان ما تتحرقش، اتحرقت. فهو ده اللي انا بكلمك على ده، الضغط. طيب فاحنا كسبانين ان موسيماني عارف يتعامل نفسيا مع اللعيبه، وانه الراجل ده بيعرف يتعامل من الجانب النفسي، واللعيبه دلوقتي ارتاحت من الضغط العصبي بتاع فايلر. امتى ممكن نحكم على موسيماني؟ المدرب المفترض عليه انه تحكم عليه ما بين من شهرين لثلاث شهور. ده انا بكلمك في المستوى العالي. عشان كده، لكن في مصر هنا احنا جمهورنا، او مش جمهور النادي الاهلي، في الكوره في مصر عاده، في كل اللي بينتبه للكوره، انت ممكن تحكمي على مدرب بعد ثلاث دقائق. ليه؟ لان في مدرب ممكن يكسب، يجي النهارده ويكسب بكره، يقول لك شوف المدرب عمل ايه وغير ايه ومش غير ايه. لا، الموضوع مش كده خالص. حكم المدرب انك انت تحكمي على مدرب ان هو يبقى كويس او مش كويس، الحكم عليه هيبقى في فتره، يعني مش اقل من 7 لـ8 مباريات. يعني هتيجي الناس، هيجي الناس يكلموني يقولوا لي ايه، طب احنا والوداد وافريقيا والحاجات دي، واحنا جايبينه علشان افريقيا والحاجات دي. شوفي، مفيش حد اتضمن، هو الله. النصر والهزيمه من عند الله دايما. ولكن هي في اسباب انك انت تشتغل وتجتهد. النادي الاهلي كونه ان جاب مدرب في يوم وسرع علشان اللعيبه ما يحصل لهاش حته اللي هي اللخبطه، وان قيل وقال واعلام ومش اعلام، وعمل اجواء جيده، ده من الناحيه الاداريه. من الناحيه الفنيه، لعيبه النادي الاهلي من افضل لعيبه مصر. لما نيجي نتكلم هتلعب الوداد، الوداد مش الوداد قبل كده. فانا عندي ثقه في الله، ثم في لعيبه النادي الاهلي، ثم في مدربهم في الوقت الحالي. لما يقدر يقرا النجم الوداد، سوري، ويقرا اللي ما بعد الوداد، المباراه اللي بعد الوداد. فاللي انا عاوز اقوله انه كل المعطيات بتقول ان النادي الاهلي عنده الاولويه انه ياخد البطوله ان شاء الله. طب لو اتكلمنا عن الاصابات يا كابتن، احنا عندنا عدد من الاصابات واخرها الشناوي، ودي حاجه ما حدش كان يتمناها ابدا، غير الاصابات اللي في خط الدفاع، معظمها في خط الدفاع. شايف ده ازاي ممكن ياثر على مباراه الوداد؟ والله ان شاء الله انا عارف ان الشناوي هيلعب وهيبقى موجود يعني. ولكن لازم تعملي حسابك ان دي كره قدم. صح. علشان كده مثلا لما يعني انا بشيد بمصطفى شوبير في مباراه الترسانه، كان هايل في مباراه الترسانه. اكيد. ليه كان هايل؟ لانه ده اول مباراه ما بعد 7 شهور. النادي الاهلي كان قاعد 7 شهور، حتى هو فرقته ما كانش بتلعب. فرقته كانت في اجازه لان عشان الكورونا. فهو كان بيتمرن بس، واول مباراه لي في الفريق الاول، وادى الاداء ده. فانا ممتن منه، بقول له انت، او هو حارس جيد جدا، لان انا دربته وشفته، يعني انا كنت المدير الفني وهو معايا، وانا عارف ان هو حارس كبير جدا يعني. ولكن اللي انا عايز اقوله، لما لعب ماتش الترسانه، طب ما انت عامله حسابك ان في وقت من الاوقات ممكن تحتاجيه، لو هتحتاجيه احتياطي لعلي لطفي اللي عنده خبره اكتر في المباراه، وعلي لطفي ما هو لاعب المباراه. يعني انت لازم طول الوقت وانت بتحضري لبطوله زي بطوله افريقيا، لازم تعملي حسابك في اقصى الظروف الصعبه. صح. فانت هو ده المدرب، وهي دي الاداره، وهو دي اداره الكوره واداره الفريق. دايما المدرب الذكي اللي بيشتغل على اصعب الظروف اللي هتواجهه، ده سيناريو او بلان بي اللي حطه في دماغه. صح. علشان ما يفوجئش ان وعنده لعيب اتصاب ويبقى، واقدر اقول لك ان هو ممكن الشد العصبي ما يخليهوش، لانه مش مصدق انه حارس، وافضل حارس في افريقيا وافضل حارس في مصر. صح. انه جاله شد يعني. ما هو ما انت يعني لا قدر الله ممكن يقعد 4 ماتشات 5 ماتشات، وممكن منهم ماتش الوداد. فانت عندك بتحضر الجون الثاني وبتحضر الجون الثالث، ودايما تحضر كمان الجون الرابع. صح. احيانا في افريقيا احنا بنقيد 3، في اوقات بنقيد 4 حراس. طيب علشان الظروف دي. يمكن النهارده كنا بنتكلم على ان بيتسو موسيماني صعد 5 لعيبه من الناشئين يتدربوا مع الفريق الاول، وعايز اسالك لو انت مكان موسيماني تلعب ماتشين بيراميدز وامبي بالاساسيين، ولا هتبدا تلعب اللعيبه الناشئين والاحتياطي وتمشي الدنيا كده عشان يدخلوا في الفورم؟ لا، هو اكيد، خلي بالك المدرب في الوقت الحالي موسيماني عنده حيره شويه. لانه حته الاصابات، حته هدفنا في الوداد
فبيحضر للوداد. ولكن اللي انا عايز اقول لك عليه انه اكيد هو محضر سيناريوهين. سيناريو ان هو يريح منه اللعيبه وفي نفس الوقت ما يخليهمش يفقدوا لياقتهم، ودي حاجه مهمه جدا، وفي نفس الوقت يعمل الدمج الكويس علشان النتائج برضو المباريتين اللي جايين نتائج معنويه ونفسيه عشان المباراه برضو. فهو يعني عايز اقول لك موضوع حساس شويه، يعمله مدرب كويس، يعمله اداره جيده، ان هو يعمل المزج ما بين انه يريح لاعبين ومن النتيجه برضو. انت عارفه النادي الاهلي مهما حصل وانت خدت البطوله وما خدتش البطوله، النادي الاهلي لو تعادل او اتغلب الناس بتقطع فيه، لانه النادي الاهلي دائما كده. احنا ساره مره خدنا 4 بطولات في سنه وبنلعب مباراه ملهاش لازمه، كنا محاسمين الدوري، ده احنا تعادلنا بس وقطعونا وبيقطعونا يعني. ما هو النادي الاهلي تعود على ده خلاص، وهو بيرد في الملعب زي ما حضرتك. فعلشان كده بقول لك هو لازم يعمل المزج ما بين الاثنين، لازم يعمل تحضير بحذر. اهم حاجه الفكره الاولى الوداد، دي الفكره الاولى لازم تبقى اولويات المدرب. الوداد المباريتين مهمين جدا، انبي وبيراميدز مهمين للناحيه المعنويه. طيب خليني برضو اسالك يا كابتن، انت احنا عارفين قد ايه جمهور الاهلي يعني مستني افريقيا ومش بيقبل بالخساره، هل ده ممكن يكون بيمثل عبء على المدرب الجديد في ظل ان هو جاي في وقت الوقت ضيق جدا وضغط مباريات وزحمه مباريات؟ ده سؤال. وبرضو عايزك تقول لي فرص الاهلي قدام الوداد، وانا عارف ان حضرتك مش بتحب السؤال ده قوي، تحس انه الرد في الملعب، بس برضو من قراءتك الفنيه للفريقين يعني. اوكي، يعني انا خليني الاول اكلمك على الضغط العصبي على موسيماني بتاع بطوله افريقيا. في ناس مبالغه قوي، خلي بالك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه خلاص احنا الدوري بالنسبه لنا انتهى، احنا عاوزين بطوله افريقيا، عاوزين بطوله. طبعا عايزين بطوله افريقيا، احنا بنلعب على جميع البطولات صح، وما فيش حد بيأثر، وما فيش حد في تاريخ النادي الاهلي هيأثر في بطوله زي بطوله افريقيا. ده عايزينها وبنشتغل عليها، لكن مش نهايه العالم. انا مش بتكلم على البطوله دي، احنا بنتكلم على البطولات اللي قبل كده. خدنا بطولات كتير وخسرنا وطلعنا من بطولات، ولكن فضلنا واقفين على رجلينا. لكن بطوله افريقيا اللي جايه بتمثل للناس، لان من ضعف الدوري من وجهه نظر الناس، علشان ما فيش مقاومه فيه وما فيش منافسه وما فيش منافسه في الدوري، فخلاص سهل ان احنا ناخد الدوري. خلي بالك حته نفسيه مهمه جدا عند الجمهور النادي الاهلي، وصل لدرجه انه قال خلاص. يعني عارفه لما لو كان الدوري العام في الوقت الحالي لسه في منافسه بينك وما بين اي فرقه تانية وهتحسميها اخر اسبوع او قبل اخر اسبوع بيوم، يبقى انت هتخلصي، الناس كلها هتبص على الدوري مش بتبص على افريقيا، وهيجي بعد ما تخلص الدوري تقول لك افريقيا بقى. طيب فرص، لكن دلوقتي الضغط العصبي على موسيماني، انا شايف انه يعني هو كمدرب بعد عن دماغه الحاجات دي خلاص، هو بيشتغل عشان يعمل تاريخ وياخد بطوله. هو جاي عشان ياخد بطولات النادي الاهلي. ما فيش مدرب جه ما خدش بطوله، ما فيش مدرب مسكه ما خدش بطوله. فرص الاهلي نظريا سريعا يا كابتن عادل، يعني انا شايف انه مثلا فرقه الوداد فرقه مش صعبه جدا، ولكن اقدر اقول لك ان المباريات اللي هي بتاعه الرايح الجاي وهتلعب اول مباراه في المغرب فيها صعوبه شويه، لكن فرصه النادي الاهلي اعلى من الوداد. واتمنى اللي يجي بعد كده اي اسم هيجي، لو الاهلي عدى الوداد ولعب فاينل ان شاء الله خد البطوله ان شاء الله، وان شاء الله نبقى بنحتفل مع حضرتك باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معايا كابتن عادل عبد الرحمن. شكرا. بشكر حضراتكم كمان على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه، استنونا.